السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، بالنسبه لي ان شاء الله كما شفتوا من العنوان غادي نشارك معكم في صاله الجلابه اللي خديت لي لهاد العيد او لهاد المناسبه اللي جايه، اللي هي ذكرى المولد النبوي الشريف ان شاء الله. خديت هاد التويب هذا، الا كتشوفوا الزواق اللي فيه، هذه ملي فالولا بزاف الناس كيطلبوها ليا، بغيت ندخلها للمحل ولكن انا عمرني ما جربتها، ما عرفتش كيفاش كدير، واش كتيره في المصلوح، واش كيشرب، واش كيحبب، واش مزيان، واش لا. هذا علاش خاصني نجربو باش نخدمو فيه فهاد الشتوي ان شاء الله، حيت التوب ديالو غزال الصراحه، المنظر ديالو هكا زوين، ولكن خاصه الكاليتي ديالو تكون زوينه. وهاد اللوين هذا هو اللي اختاريت انايا، واش يجي معايا بعدا ولا لا. انا كما كنشوف ماشي من داك النوع اللي نشوف التوب واش يجي معايا ولا لا، خصو يعجبني كاع لي يجي هانتوما. المهم غتشوفوا معايا طريقه الفصاله ديالو ان شاء الله، والخياطه محال حيت بقى ما عرفتش شنو غادي ندير ليه اصلا في الخياطه. واللي مجربه الثوب تخلي لي في التعاليق تقولي واش مجربه الملي فالولا وكيفاش خرجت ليها، واش مزيانه ولا لا، حيت بغيت نتقدم له المحل ان شاء الله. وكما كتعرفوا ما يمكنش ليا نستوكي شي حاجه اللي ما زويناش واللي غتخسرني حتى مع الكليان ديالي. وما قويتش عليكم الهضره وندور دابا الكاميرا باش تشوفوا معايا طريقه الفصاله ان شاء الله. قال لي كيلبسوا لي اكس ال قياسي تقريبا 26 في الصدر و 31 في الهونش، هذا راه قياسكم، اي اختلاف يمكن غير في الطول. المهم واللي بغى تطبق هذا العبار هذا على شي جلابه تاكدي بان العبار واش ديالك، ماشي تجزي العبار اللي درت انا وديريه انت، بزاف البنات كيديروها. وحنا خصنا رجعنا لكم التعليم، غنتسالكم غير لي لايك البنات في الفيديو، خليو لي تعاليق اللي تشجعني باش نكملوا معكم عاوتاني الدروس. شحال نتوما كتطلبوني تبقي حنا لا لقيتيش وقيته حطي لينا الدروس، انا اختي لقيت وقيته، خصنا دابا نلقى غير التشجيع منكم، هادشي اللي خاص. لايكات البنات لايك قبل ما تنسي، يلا ندور الكاميرا باش نبداو الفطار. المهم قبل ما كنقلب على شي طباشير اللي اللون ديالو يقدر يبان، لقيت غير هاد الصفر، غادي نقلب الثوب على وجهو حيت غنقوي شويه الطراساج على قبل اللي كيتعلموا باش يبان ليهم مزيان. غادي نقلب الثوب على الظهر ديالو باش ما يبقاش ليا داك الاطراس في الوجه ديال الجلابه. وما تنساونيش البنات اللي مجربه هاد الثوب تقول لي كيفاش جاها، واللي كتخيط تقول لي كيفاش كتعامل مع هاد الثوب، حيت جاني واحد التعليق في الانستغرام كنت قلتها لهم، قالت لي فوري قبل ما تخدمي به حيت ملي خدمات به يمكن بحال اللي تيره ليها ولا شي حاجه هكا. اللي عندها شي تجربه مع ملي فالولا تقول لي، لا الخياطات ولا الكليه، الناس اللي كفايتين شارينو قول لي كيفاش جاكم. اول حاجه اختي كنقسموا الثوب كنطويوه على جوج على الطول ديالو بطبيعه الحال، هكا الحاشيه مع الحاشيه، هاد الحاشيه ديال الخياطه مع الحاشيه. مقاد الثوب ديالي على خاطري ما زال بك حتى شي واحد قادي الثوب مزيان هذا باش تبداي تفصلي، باش ماشي طراسي وكلشي في الاخر تلقاي الثوب ميديكالي ولا عواج ولا ما مقادش لك من شي جهه. حاولي تقادي الثوب ديالك مزيان، بعدا هاد المليفه راه فيها شويه العرض مزيانه بعدا، هادي اول حاجه، حيت المليفه ولا الكريب اللي ما فيهش العرض كيعنكش شويه في الخدمه كتجي شويه ناقصه. نشوف قاد لكم الكاميرا مع يدي وغادي نبداو الخدمه ديالنا. اول حاجه كندير كناخذ الطول، تاخدي تنتي الطول ديالك اولا طول السيده اللي غادي تخدمي ليها. اول حاجه هي الطول، انا في طولي الجلاب كنلبس متر 42، غنزيد عليها سنتيمتر ديال الخياطه 42، الى زدنا 42 نزيد 4، انا كنقولي كنخدم بمتر ونص، كندير متر ونص كامل، كنطراسي بحال هكذا طولي. متر ونص كتزيدو نتوما العبار، كاين اللي كيزيد 10 سنتيم كياخذ منها تكفيفات لوغري وكياخذ منها سنتيم ديال الفوق، كاين اللي كيزيد 8 على حسب الثوب اللي عندك وعلى حسب التنتيه. الا كان الثوب زايد ديما خلي 10 سنتيم من الاحسن. هاد هذا المهم طراسي الصوره كيبان ليا بعد راه تيبان في الكاميرا، هذا هو الطول. وملي كنديرو في الصاله ديال داخله في خارجه كنبداو كنعبروا الطول من التحت ديال الثوب، كنعبر الطول ديالي كنجي هنا فين جاني الطول يعني في النص تقريبا ديال الثوب، ماشي تقلبي على نص الثوب، انا غير كنوريك مثلا حيت باقي هنا هو باقي لتحت الكمام، ها هما كنعبر من التحت وكنجي هنايا عاد كندير هنا العنق والصدر وداكشي اللي غادي نخدم به غادي يجيني من هنايا، ما مشيتش نبدا من الحاشيه من تحت الرجل لا، ما غيعطينيش داخله في خارجه، ما يعطينيش الايفاز. واخا انا هادي المهم ندير ايفاز، انا في الجلاب كيجي معايا الايفاز، ما كتجيش معايا ديك الفصاله اللي كتكون ضغوه وفتاحي في الجناب. المهم علينا الكتف كنلبس 41-40 في الكتف، غادي ندير عبار الكتف كنقسموه على جوج وكنزيدو سنتيم ديال الخياطه، عندنا 40 نقسموه على جوج تعطينا 20 سنتيم ديال الخياطه هي 21،
ها 21، العمق 8 ديال العمق، كنطيحو الكتف بثلاثة سنتيم هكا، الكتف كنطيحو بثلاثة سنتيم، وكنسطر بالمسطرة بطبيعة الحال. أنا راه دابا حيت عام مولفة بيديا كنخطط. كنجيو دابا عبر صدير واللي هو مهم، وديما كتسولوني بشحال غنهبط حنان من هنا لهنا. انا هاد القضيه هادي ما تنديرهاش حيت ما تتخرجنيش من كلشي الناس. اشنو تندير انايا؟ كناخذو عبر صدر كنديرو من الفوق من العبار حتى لتحت، وانت غاده بعبر صدر مقاس ديال الصدر، حيت هو اللي كنخدمو عليه التركيز، كنخدم عليه الايفازي، كنخدم عليه لي هونش، كنخدمو على كلشي على عبر صدر. لاحظوا معايا مزيان، بالنسبه انا لعبر صدر كنلبس 29 ولكن انا غادي ندير 30 حيت المهم تنزاد وكنتنقص. انا ديما جلابي كندير 30 ونخلي الزياده لداخل. دونك غندير 30 في الصدر، بحال غنخدم بعبار 30 في الصدر، يعني غادي ندير في الخياطه 31. فهمتوا كيفاش؟ هو عباري الاصلي انا 29 باش ما نتلفكمش نتوما، نساو هاد الهضره. المهم غنخدمو ب 30 في الصدر، 30 زائد سنتيم ديال الخياطه. كاين اللي كيزيد 2 سنتيم ديال الخياطه، وكاين اللي كيزيد غير سنتيم واحد ديال الخياطه. نقول لكم علاش انا كنزيد غير سنتيم ديال الخياطه، حيت ما تناكلش في السورجي، ما كنقطعش الثوب في السورجي، وشنو اخر كنخدمو غير على السورجي نيشان غير سنتيم. اما الا كنتي بغيتي تخدمي بلوفه زيدي 2 سنتيم حتى ل 3، من الاحسن غير 2 سنتيم راه كافيه. بالنسبه كما قلت لكم عبر صدر 30 غادي نزيد سنتيم الخياطه هي 31. وبطبيعه الحال هاد الحاشيه راه ما كتحسبش، هادي كامله هاد الحاشيه كتقطع. هذه الخياطه كيقطعوها هي الاولى، كتحيدي الحاشيه باش ما تخدميش عليها، ونزيدو سنتيم يعني 31. هاد 31 هانتوما غنبداها من الفوق من عبر الطول منين بديت من الكتف. غنجي هنا ندير 31 نهبط شويه ثاني، 31 نهبط شويه ثاني، 31 31 31. شنو غندير دابا لهاد الخطوطه اللي درت؟ غنلاقي هذا خط الصدر كيتسمى، هو اللي غنخدم عليه كلشي. هاد خط الصدر هاو من الفوق حتى لتحت، ما كاين لا بشحال هبطت لا بشحال طلعت. تبعي معايا غير هاد الطريقه وخوي راسك من ديك الطريقه ديال بشحال غنهبط من الفوق لهنا باش يعطيني التركيز وداكشي. تبعي معايا غير هادي، راه نجحات لكاع البنات وكاع اللي كيخدموا بهاد الطريقه. خليو ليا في التعاليق ديالكم باش يشوفوكم المبتدئات الاخرين وحتى هما يخدموا بهاد الطريقه، راه ساهله. من بعد ما كندير خط الصدر من الفوق حتى لتحت، شنو كندير دابا؟ دابا وصلنا للتركيز. شنو غندير في التركيز؟ كندير عبر الصدر ناقص اش، ناقص 3 سنتيم. عبر الصدر ناقص 3 سنتيم كيعطيني التركيز ديال اي وحده. اللي غلاط بزاف اللي واصل عندهم صدر 33 و 34 هذوك تنقص لهم غير 2 سنتيم. المهم دابا عندنا 31 غنقصوا منها 3 سنتيم غتعطينا 28. هاد 28 راه هي التركيز ديالي. شنو غندير؟ غنشد سنتيم، غنجي من هنا منين طيحت الكتف بهاد 3 سنتيم ماشي من الفوق، من هنا وندير 28 ديالي، ندور بحال هكا، ندور على شكل التركيز ونشوف 28 فين جاتني في هذا الخط الصدر. علاش قلت لكم راه هو اللي غنخدموا به كلشي؟ هنا غنشوف 28 فين جاتني، هنا 26 لا، هنايا نبقى نقلب غنلقى بحال هكا كندير، كنبقى نقلب في هذا الخط هنا 29 لا 28. ها هو دابا 28 دايره على شكل التركيز، يعني ما كنهبط من هنا ما كنطلع من هنا، 28 ها هي. شوف غادي نبدا نطراسي في 28 ديالي. صافي ساهله ماهله، ها هي 28، قلنا على 28 لقيناها نطراسي. صافي نقاد بيدي. بالنسبه لهاد الدوره بغيتو تقادوها بيديكم قادوها، بالنسبه للمبتدئات اللي ما بغاتش تقاد لكم غتخدموا بهاد المسطره هادي، هادي كتقاد حتى هي التركيز. انا ما كنخدمش بها، هادي حتى هي كتقادي بها الدوره الا بغيتي زعما تقادي الدوره ديالك. نشوف هذا شحال فيه، كاين اللي كيدير حتى هادي بحال هكا تعبري فيها 28. شوف حتى هي تجي مزيان، هي كتجي شويه داخله هنا، اما هي نفس تقريبا نفس العبار. تفاهمنا على التركيز؟ قلت لكم يا تدوروا بهذا يا تدوروا بسنتيم. نعبر ندير بحال هكا ونبقى نقلب على 28. هنايا ما كايناش، غنزيد نهبط شويه هنا ما كايناش، نزيد نهبط شويه نقادو بحال هكا على شكل دائره
علاش كان زعما يجي ضاير، علاش كانت التقويره ديال التركيز. وندير بحال هكا 28 صافي، كيعطيني 28 ديالي مقاده. نتاكد دابا من العباري عاد باش نقطع صافي. دابا شنو غنديروا؟ غادي نوصلوا دابا للحزام، غادي نجي من تحت الباط حتى لهنا، غنهبط ب 28 سنتيم، غنقسم على جوج هي 14. هذه بلاصه الحزام، هاد الدخله ديال الكرش اللي هنايا. بالنسبه لهاد الدخله اللي ما عندهاش الكرش كتدخل بجوج سنتيم، واللي عندها الكرش كتدخل غير بسنتيم. بالنسبه لي انا اصلا دايره العبر زين، غادي ندخل هنايا بجوج سنتيم، اصلا درتها وافيه حيت جلابتي. نشوفو جوج سنتيم فين جات، ها هي شحال بقات؟ بقات 29 صافي مزيانه. ولكن انا ما غاديش ندخل بالمقص طبيعه الحال، انا جايبي كنبغي شويه لوفه، غادي غير كنفهمكم نتوما كيفاش وصافي. اما انا راه غادي نخليها ندخلها بشي سنتيم صافي. بالنسبه لي هونش انا كنلبس 32 في لي هونش، غادي ندير هنا 33، ها هي 33، ما تنبغيش الجلابه تكون شويه مزيره، درنا 33 بحال هكا، تخرجي بجوج وتدخلي بجوج. هادشي الستوندار للبيع، اما الا كانت مولات جلابة يعني عاطيك القياس غديري قياسه. كاينه اللي كتكون عندها الكرش راه ما كندخلش كندير، كاينه اللي كتخرجي كاع في القياس. المهم هادشي خلي من بعد درس اخر ان شاء الله، ونشرح لكم هاد الطريقه كيفاش تدخلوا لكل عبار وكل طاي. دابا شنو غنديروا؟ غنمشيو للجهه المقابله اللي هي هاد الجهه هادي اللي عندنا هنا مسدوده، الظهر مسدود من هي، غنعبر عبر صدر باش ما ندخلش فيه باش نرسم الجلي ديال هاد الجلابه. يعني غنجي هنا غندير 31، نشوف شحال بقى ليا في الجلي، بقات ليا 43، 43 بارك عليا كافيه صافي. كندير هاد الخط ديال لي هونش مع الجلي لتحت نيشان، فهمتوا؟ وعاد هنايا ثاني انسالي هذا بعدا، كنطراسي من لي هونش، كنطراسي من لي هونش حتى الجلي، عاد كنجي هنا ثاني كنطراسي هاد الحزام والدخله. هنا قلت لكم راه غندخل غير سنتيم، ها هو دخلتي سنتيم صافي. بالنسبه للعنق من هنا لهنا، ناري بابا يشوف هاد الجلابه كي خططتها مع الاولى، غنقول لي شوف راه درت فيها درس. المهم هنا غادي نهبط ب 14 في العنق، وغادي نسطرو هكا الفي صافي. هادشي اللي كاين، وندوز دابا باش نقطعو. بسم الله غادي نقطعو بحال هكا العنق، هنايا كتف، هنا التركيز، هنا الحزام لي هونش صافي. كتبقاي هذا حتى الجلي، صافي هذا مكان. ملي كنقطعو بحال هكا كيكون عندنا واحد التعديل هنا، هاد الخط هذا اللي من هنا لهنا كنسطرو بحال هكا وكنقسمو على جوج. ملي كتقسمي على جوج كندخل بواحد سنتيم هنايا وكنقورو باش ما كيبقاش لينا الثوب ما خنشش فديك البيضه. هاد التعديل كيكون غير في الضوبات صافي، غير الامام الظهر لا صافي. كتجي بحال هكا مقوره كما كتشوفوا. دابا غادي نقرب الثوب عندي هنا باش نخدم معكم الجليل ديال الثوب. هادو هما الجليل، قلنا كتبقى من 44 43 بحال هكا. هنا دابا في الجليل غنجي نطراسي هنا، غادي نطلع بواحد 5 سنتيم وكنطراسي بحال هكا، كندي طباشر عندك 5 حتى 4 سنتيم على حسب العرض. الا كانت عندك 40 في الجليل راه ما كطلعيش بخمسه كامل، غطلعي غير بشي 3 4 سنتيم على حسب العرض. هذه راه جات عريضه. دابا غادي نقاد صافي، ها اللي حيدت من التحت. دابا شنو غنديروا بهاد الطوبه؟ غناخدوها غنخلي بحال هكا، انا ما نقطع لها فيديو لا والو باش تفهموا مزيان وتعرفوني شنو درت. هنا غادي نجر غير هاد الظهر هذا، و ملي قطعنا غادي نجرو هنا حيت هذا هو الظهر، الجهة المسدودة هي الظهر.
هنحط فوق منه الطوبه ديالنا الامام باش يجيونا قد قد. ها نشوف غادي نقلب بحال يعني هزيت دابا العنق من هنا غنديرو من لهنا والجليد غنديرو من هنا. هادشي جبت لكم داخله في خارجه بحال هكا باش كتعطينا الايفازو كتعطينا الكلوش. كنتمنى التصوير يكون واضح. نسيت ما عبرتش شحال ديال الميتراج في هذا التوب هذا، ما عبرتش واش 2 و 25. كما كتعرفوا دابا ولاو كيديروا لينا غير 2 و 25. هنا لا لاحظتوا راه كنخرج الحاشيه على الظهر، هذا هو الظهر مسدود وهنا بلاصه العقاد كنخرج الحاشيه حيت غادي تقطع وكنخرج 6 سنتيم ديال العقاد. صافي كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان. صافي خرجتو هنا. علاش كنعبر؟ باش هاد البلاصه تجيني نيشان مع الجديد. كما قلت لكم الظهر ما فيه حتى شي خدمه، غير كنحط عليه الطوبه وكنقطع. هذا اللي بقى هنا هو الكمام، هذا اللي بقى هو الطرف اللي بقى لينا هو الكمام. دابا غادي غير نقاد هادو هما الجلين. وانا خليتكم معايا في الفيديو كامل، ما حبست حتى شي حاجه باش تعرفوا كاع المراحل اللي غادي تدوزي منها. وصلنا دابا الفوق. هنا شنو قلنا؟ ما غندخلوش في الظهر، ديك الدخله اللي دخلنا في الطوبه ها هي. انا غنخرج دابا كيبان لكم الفرق ما بين الفوقاني والتحتاني. الظهر كنخليه فاحش وهنا كنخلي حتى هاد سنتيم زايد، حيت هذا ملي كنقصو من هنايا ما قالش واش خليته ولا لا، مع كنفصل ونهضر ما قالش واش طيحت الكتف بسنتيم. في الامام ملي كنديرو كنقسمو بحال هكا نص وكندخلو بسنتيم كنطيحو حتى سنتيم من الكتف، ما قالش واش درته ولا لا حيت كنفصل ونهضر. هذه 8 ديال العمق كنهبطو بجوج سنتيم قطعتها. صافي هذا ما كان. ونشوفو دابا مع شنو الخياطه غنديرو ليها. دابا هاد الطرف اللي بقى لينا غنفصلو بيه الكمام والقب، وقيلا نخلي لكم الكمام والقب في الفيديو الثاني. شوف شحال وصل، وصل شي 16 دقيقه. نخلي لكم الكمام والقب في الفيديو الثاني وقيلا، هادشي اللي غنديرو باش ما نتعطلوش باش ما يجيناش الفيديو طويل بزاف. انا غنحاول نحبس ونكمل لكم في الفيديو اللي من وراه مباشر، يعني غنحبسها باش ما يجيكمش طويل بزاف تما اليوم. المهم غزالات، هذه الكماله ديال الجلابه. ما بغيتش نكمل لكم فيديو واحد باش هكا ما نبداش نزرب انا على قبل الفيديو غيسالي، فهمتوني؟ يعني كنشوف الفيديو طوال غادي كيطوال كنبدا نزرب. اللهم هكا كل حاجه نعطيوها وقتها. الكسده حيدناها هي الاولى اللي هي الظهر والضوفة. دابا غادي ندوزو للكمايم. الكمام كناخذو هاد الحاشيه هادي اللي عندنا هنا ديال الثوب كنخليو جهه مسدوده من هنا، كنطوي بحال هكا تقريبا العبار ديال التركيز اللي عندي. دابا انا طويت عيني ميزاني، انا غنعبر. بالنسبه للتركيز كنا درنا 28، كناخذ ديك 28 كنقص منها 3 سنتيم وتعطيني 25. غنجي هنا وغنطراسي 25. هاي جاتني هي هذيك، شتي اللي محترف راه ما كيبقاش مضارب مع العبارات كتجي بها لاصقه بار. هنا 25 غنطراسي بحال هكا ونجي هنا ها هي 25. كنهبط من 10 ما بين 10 12 11 على حسب العبار كيفاش غيجيك. وكنسطر هكا كنلقى 28 ديالي. المهم هو 28 تترجع ليا بحال هكا، ملي نهبط العبار نلقى 28 ديال التركيز رجعات بحال هكا. هاد الخط هذا اللي درت غادي نقسمو على جوج، غيعطيني النص النص. هاد الجهه هي مقسمه على جوج وهاد الجهه هي مقسمها على جوج. الجهه اللي طالعه غادي نطلع بسنتيم ونقورها، والجهه الهابطه نهبط بسنتيم ونقورها. شنو كنديرو من بعد؟ غادي نواصلو غير هاد النقيطات هاد بعضيات. احنا سالينا الخدمه ديال التركيز ديال الفوق. دابا شنو ناخذو؟ الطول. نجيو بحال هكا، انا طولكم عندي 60 و جوج سنتيم ديال الخياطه، حيت كناخد هنا كيما قلت لكم غير سنتيم الفوق وسنتيم التحت. كل واحد شحال كيزيد، كي اللي كيدير هنا واحد التغليفه
راه كيزيد اكثر. وانا دي خدمتي انا هادشي اللي وريتكم. بالنسبه لكم غادي ندير 17 انا فراس لكم باش تبقى لي 16. كنبغيكم شويه واسع. كنطراسيو من هنا لهنا بحال هكا. هاد الخط اللي طراسيت كنقسمو على جوج وكندخل بجوج سنتيم. اما السيده اللي عطيكم قياسها ديال الدراع انا كناخذ الناس العبار ديال الدراع، راه كلياني راهم عارفين ضروري باش ما نزيروش هاد البلاصه. كنجي بحال هكا هنا، انا غالبا غادي تكون عندي بحال هكا، وكنواصل هاد الخط مع هذا. نقطع باش يبان لكم. داكم قطعت ودابا غادي نبدا التركيز. هذا هو الكم ديالنا، لاحظتوا مزيان دابا سالينا الكم. الصراحه داكشي ساهل، ما فيش خدمه كثيره. دابا غادي ندوزو للقب. هاد الطرف اللي بقى شنو كندير؟ كنقلبو هنا الجهه المسدوده ديما من عندي، ها هي كما كنقول لكم في كاع الفيديوهات ديال القب، الجهه المسدوده تبقى ديما من عندي. كنعبر الجهه اللي مسدوده من عندي كندير لها 30 اللي هي العرض ديال القب 30 سنتيم، والفوق 40 سنتيم. دائما كتكون بيناتهم 10 سنتيم ما بين الطول والعرض. فهاد البلاصه هادي غنجي كندير هنا 24 25. منين جبت هاد 24 25 نوريكم منين جبتها. ها هي كتجي هنا للجلابه، البلاصه فين غيركب القب. هاو كنعبروا النص ديال الضوفه مع النص ديال الظهر كتعطينا 24. غير جهه وحده اللي كتعبري صافي، حيت اصلا تما. المهم وقف ليا الفيديو، والله ما عرفتوش كاع فين وقف. المهم نعاود نشرح لكم. قلنا العرض ديال القب كنديرو 30، طول كنديرو 40، هنايا كنديرو 24. كتجينا من قلنا من هاد الجهه اللي فين كيركب القب في الجلابه، كناخذو هنا الامام والظهر، كنعبروا النص ديال الامام والنص ديال الظهر. داك العبار اللي كيعطينا راه هو هذا، غالبا ديما كتعطينا 24 25. سطرتها هنايا بحال هكا، كنهبط من 10 11، ما بين 12 بحال هكا كنهبطها. ها هي هبطتها هنا. لا شتو ما كاينش شتو ماشي مشكل، اصلا ما غنحتاجش هاد البلاصه. ها هي هبطنا. كنديروا هنا واحد الخط مستقيم بحال شكلكم، الخدمه اللي هنا بحال اللي في التركيز ديالكم. كنسطروا بحال هكا، هاد الخط كنقسمو على جوج، غيعطيني النص هنا والنص هنا. هاد الجهه اللي هابطه غادي نهبط بسنتيم، والجهه اللي طالعه غادي نطلع بسنتيم. ملي كنسالي كنعاود نقورهم بحال هكا كما درنا لكم. اما بالنسبه لهاد الخط هذا غير كنواصلو عند بعضياتو، ما فيه حتى شي خدمه هاد الخط هذا. صافي هادشي اللي كاين، حيت جيت نهز راسي في الكاميرا بقيت واقفه ما تصورش. وكنقطع اختي هذا مكان وخش القب ديالنا. ها القب وهلكم صافي، ساهلين ماهلين، ما فيهم حتى شي حاجه. ما عرفتش علاش كتخلعهم ولا فصار. ها انتو هلكم هي وها القب. اللي عند بقى عندها شي سؤال مازال اولا شي استفسار، حاولي تخلي لي في التعليق ديال الفيديو، انا غادي نشوف معاكم شنو اللي باقي ما فهمتوش ولا فين باقي عندكم المشكل، ونخدموا معكم ان شاء الله الرحمن الرحيم في الفيديوهات الماجيه. بالنسبه اللي باقا ما دخلتش في فيسبوك، دخلي اختي تابوني معنا في فيسبوك. ما تنساونيش البنات من لي جيم، هكا كيحفزونا باش نزيدو حتى حنا نعطيوكم اكثر واكثر. هذا ما كان وها هو لكم وها القب ديال الجلابه. خليو لي شنو تبغيو في الدرس الماجي ان شاء الله. واحد الملاحظه بالنسبه اللي كيسولوني على الرومي، انا ما كنخدمش الرومي، انا خياطه ديال البلدي، ما كنخدمش السراوال والسورفيطات وداكشي اللي كطلبوا مني، ماشي ديالي وما كنخدموش، يعني ماشي الدومين ديالي. وشكرا لكم بزاف على المتابعه، الفيديو الجاي ان شاء الله.